ولا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه الموت إنها النهاية مثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شمروا عن سعد الجد فإن الموت لا يستأذن أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يثبته عند السؤال وأن يفرغ الصبر على أبيه وأمه وخاله. اللهم أفرغ عليهم الصبر. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال. لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. فكفاتا يعني ضامة ولنبعكم حتى نعلم الصالحون أنهم مجاهدين. الإنسان منا يأتيه الموت لأن الموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة وإنه مأمور. إن الميت لن يعود نحن أولى منه بالطاعة. هو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها مرات أخرى شيع الحسن البصري جنازة فلما أدخلوا رأسه في القبر ونصفه خرج القبر قال أيها الناس وأن هذا الله.